وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد السيسي البوعينين، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. سعادة النائب، أهلا بك في نشرة الثامنة، وإذ تحدثنا عن أهمية زيارة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لمملكة البحرين. أمسك عليك بالخير أختي العزيزة وعلى الأخوة مشاهدي قناة البحرين. وفي هذه المناسبة أيضا طبعا يزور البلد حاليا سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وقد شرفنا اليوم بإلغاء سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلد المفدى حفظ الله ورعاه، واستمعنا لتوجيهاته السامية ودعمها الرفيع للعمل البرلماني وحرصه المتواصل على تعزيز دولة القانون والمؤسسات والارتقاء بالعمل البرلماني الديمقراطي. كما سعدنا بتقدير جلالته هيده الله على ما حققه مجلس النواب من انجاز واداء بالتعاون مع الحكومه الموقره، والتاكيد على دور الدبلوماسيه البرلمانيه في تحقيق السلام والازدهار للشعوب ودول العالم ومواجهه كافه التحديات، واهميه دور المجالس والبرلمانات في ربط الدول والحكومات بالرؤى والمقترحات والتشريعات المساهمه في عمليه التنميه الشامله والمستدامه. وأشارت جلالته بدور الاتحاد البرلماني الدولي كمنظمة دولية رفيعة والحضور الفاعل للشعب البرلماني لمملكة البحرين في كافة برامج واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. وأيضا تم عقد جلسة مباحثات مشتركة بين معالي السيدة فوزية بن عبد اللزين رئيس مجلس النواب البحريني وسعادته بحضور هيئة مكتب مجلس النواب وأعضاء الاتحاد البرلماني الدولي. ولا شك أختي العزيزة أن هذه الزيارات تأتي تفعيلا للدبلوماسية البرلمانية، وتطرع الاجتماع إلى بحث سبل التعاون بين مملكة البحرين والاتحاد البرلماني الدولي، والتأكيد على الاهتمام والرعاية الخاصة من لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أيده الله للعمل الديمقراطية والبرلمانية، حيث أسس جلالته قواعد راسخة للمشاركة الشعبية من خلال المجلس النيابي، والتي انعكست بلا شك على نهضة تشريعية رفعت السجل الوطني بالمزيد من الإنجازات والمكتسبات التي تحقق طلعات المواطنين وتهيئ السبل نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك طبعا بالدور الفعال بين السلطة التشريعية والحكومة المقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والعهد رئيس الوزراء، وتحقيقا الأهداف والطلعات الوطنية. نعم سعادة السيد محمد السيسي البوعينين، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.